انا محضر لكم مفاجأة. الفرقة اللي جاية تغني دلوقتي حالا جاية مخصوص، والله العظيم والله العظيم كمان مرة انا معطلهم عن التور بتاعهم في امريكا. استغفر الله العظيم يا رب. كل ده عشان عيون شادي. بتضرب في حتت فين؟ لا مش هحرق لك، اقلع وانزل. اقلع ايه؟ احمد فهمي جه. اللي جابه ده؟ اللي جابه احنا في السويد بتاعه. طب روح الهيل. الهيل ساد. قدم له حاجة، اتكلم عنه. قدم له ايه؟ اتنيل على عينك، انا اتصرف. طيب روح روح. انا قتلت ناس كتير قوي في الشغلانه دي. هاني انت الدم بقى عندك رخيص يا سيف. والعمل هنعمل ايه في الجثه؟ لازم نخفيها طبعا. بقول لك ايه، روح هات لي الترولي. عايز الترولي يا حلولي. بسرعه بسرعه يا سيف بسرعه. لا الحق خد لي غطس عقبال لما يجي. زفت هاني. سيف رد عليكي؟ لا برضو موبايله مقفول. طب جربي تاني كده. ما بيردش برضو من البرده.
مش هينفع نفضل واقفين كده. تاكسي. يلا اركبي. عملت ايه؟ كله تمام ابو الدهب. ايه؟ جاد عادة ضاح. لا كمان وسوحت لك العيال ودخلتهم لك اوضه تانية. خلاص ما انا قلت لك جدع يا ضاح. ايه يعني انزلك شجر بجرايد؟ لا يعني ما اقصدش ابو الدهب ايه، بس الحكايه دي يعني عايزه لها حسابات تانية. اه طبعا انا عناية ليك يا ضاح. غريبه انت وافقت كده على طول ابو الدهب. ايه يا ابني انت حبيبي، بقول لك انت حبيبي، وبعدين يعني هو الكلام بفلوس؟ دور. يلا اطلع. لا والله اطلع. حاضر حاضر ابو الدهب. ايه ما تنساش بقى وانت ماشي تناول العربيه بنزين وحاسبك بكره. ها حاسبني بكره والنبي ابو الدهب. بيه الله يخليك. ما عمري كلت عليك حاجه قد. لا ابدا. طيب اطلع. ابدا حاضر بكمله المصاريف. هما دول يا فندم اللي خطفوه، ولما رجعنا الشرايط لقيناهم واقفين في الريسبشن مع البنتين دول. هما دول نيل وشيرهان اللي انا بدور عليهم، واكيد الولدين اللي معاهم دول هاني وسيف اللي صباح قالت لي عليهم. ومين دول يا فندم؟ دي عصابه كبيره تستهدف النجوم، بس نهايتهم هتبقى على ايدي ان شاء الله. انا محتاج اروح الاوضه عشان اشوفها بنفسي. تقدر تتفضل يا فندم. ايه الاخبار؟ تمام يا فندم شغالين. هو المجني عليه اختفى من امتى؟ ما نعرفش حضرتك، الهاوس كيمنج طلع بنص ساعه. لا الاوضه زي ما حضرتك شايفها كده بالظبط. ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي سايب تليفونه مفتوح واحنا بنشتغل يا اساتذه؟ مفيش يا فندم، كل تليفوناتنا مقفوله. امال ايه اللي انا سامعه ده؟ الو؟ لا انا مش هاني. انا مين؟ انا لقيت التليفون ده في الشارع. ايوه انا اسمي سميده. لا احنا ما ناخدش حاجه حرام، قولوا لنا انتوا فين واحنا نجيبهم لكم لحد عندكم. ايوه امال قول العنوان. عارف. ايوه على اليمين. ايوه عارفه. مع السلامة. ده يا جماعة مش قادر استحمل. ايه ده يا اسود؟ ايه اللي انتوا شايلينه ده؟ بقول لكم ايه؟ احنا قلبنا الاوضه على العدد ما لقيناهوش، قلنا نجيبه بنفسه يقول لنا بقى فين العدد. هو مين ده؟ احنا لسه سايبينه في الاوتيل. سايبينه في الاوتيل؟ يا نهار اسود، امال مين ده؟ يعني هو طالع بدورين ولا ايه؟ اي حرام عليكم حرام عليكم، سيبوا نعيش. عيش فينه؟ بطلوا ضرب فيا. جدول ضرب ولا جدول حصص؟ تن 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 تن. ده الخليل كوميدي. طبعا انا الفانز بتوعك. شكرا ميرسي. هيسيبوه على عيب. خليل كوميدي واكل الجو. الجو بيضحك اكتر من الجو. عسل. يا جماعه معلش، هو ايه البتاع ده؟ ده الخليل كوميدي مشهور جدا، مش عارف ليه. وايه اللي خلاكوا تختفوا الخليل ده؟ ما هو ده اللي كان موجود في الاوضه. يا جماعة دي قطي أنا، قطي ولا قطتي؟ تن تن تن. الحمد لله. يا جماعة في مصيبة كبيرة، الراجل ده عارف شكلنا، لو سيبناه هيبلغ عننا، لو قعدناه هيشلنا ويطلع عين أهلنا. لا ده احنا هنسهر للصبح، ده هيضحكنا هيضحكنا. أنا ممكن أضحكوا أقول لكم فوازير. يلا. ممكن أقول لك فزورة. حلوة صغيرة. عارف إن حلتها؟ خدت وزتها. حبيبي قول لي ليه الدكتور بيدي للمريض بينج؟ تخيل معايا ليه؟ ليه خلو؟ عشان الدكتور ما عندوش بينج بونج، بينج بونج وبلياردو. تن 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 تن. مش قادر. عسل. بقول لك نكته حلوه كمان. بصي ما
مرة واحد اشترى قلمين، واحد يكتب بي والتاني يكتب سي. لا 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 اي خليل اي قلبي قلبي اي ليه قتلنا الخليل؟ علشان دمه تقيل تترارارا تتت كده قتلته البسمة قتلته الضحك انا بحبه جدا. بس بقى متقلقوش متقلقوش انا هكلم حد دلوقتي خلصنا من جثته. ايه ده؟ الموبايل فين؟ تليفونك وقع منك في الشارع يا هلهطة، وفي راجل قال انه هيجيبهولي ما تقلقش. شارع ايه؟ انا نسيت التليفون في الاوتيل. ايه؟ امال مين الراجل ده وقال لي كده ليه؟ خرب بيتك دول اكيد البوليس. طب اسود بوليس؟ انت قلت له هيقابلك فين؟ قلت لهم العنوان وزمانهم جايين على هنا. طب يلا نهرب بسرعه. لا لا نهرب ايه يا جماعه؟ مش هسيب الخليل كوميدي. حبيتيه صح؟ حبيته قوي. ايوه شفته بيضحك. خلوني معاه. خلوني يلا بسرعه. خرافي على وشي. اجري لو حد سألك. ها قولي له ان خالتي ماشي. من عيني يا روحي. لا بالراحة عليا. ايه دي والنبي هو هاني ما وصلكيش عليا ولا ايه؟ ها بالراحة عليا ده انا متلصق. اتفضلي اتفضلي كده. اه اتفضلي. يخرب بيتك يا هاني. خشي خشي. طلعينا البريلو وحمرينا الناجتس ماشي. انت واضح عليك ان انت شقي قوي. لا ده في همبرجر لسه انا هبهدلك. يا لهوي مين ده؟ والمصحف ما عارف مين ده. بقول لك ايه، انت كام واحد بقى يا اخويا على كده؟ عرفني اهو من الاول. يا ست انا لوحدي بس. انا ده جثه وانا اللي قدامك. انا ما عرفتش مين ده. لا لا يا عيني هاني ما اتفقش معايا على كده خالص. ولا اتفق معايا على كده انا كمان. اه افتح لي بقى الجروب يا اخويا. مين؟ بوليس. يا نهار اسود يا نهار اسود. اختفي هنا بوليس. حاضر حاضر. بقول لك بوليس يا نهار اسود. ايوه افتح. انت مش مصدقني. ماشي يا باشا مصدق. بوليس. ماشي يا فندم اهلا وسهلا. افتح. معلش يا فندم بس بغير. بس انا اسف مش هينفع. انا بوليس اشوف كل الغيارات يا فندم. معلش بس مش هينفع بغير. فين نيلي وشريهان؟ مين نيلي وشريهان دول؟ بتوع الفوازير. ما تفرجش على فوازير؟ لا يا فندم معرفش. طب فين هاني وسيف؟ ايه الاسامي ده؟ انا شريف يا فندم معرفش مين دول. افتح بقى ما تتعبناش. مع سعادتك اذن نيابه بس بعد اذنك. انت باين عليك متعلم وهترغي كتير. هتتعبنا. ايوه اتفضل. ده مني مطعم يا فندم. حبيبي اطلب سندوتشات وجبات اللي انت عايزه. حبيبي اتفضل ربنا يخليك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا. ايه ده؟ مين ده ومين دي؟ حضرتك ده والله العظيم معرفه. دي انا لسه هموت واتعرف عليها بس حضرتك ما ادتناش فرصه. دي اللي انت سايبني بقى واقف على الباب وقاعد تغير علشانها. انا ما لحقتش يا فندم. احنا واقفين بهدومنا اهو. ايه ده الخليل كوميدي. طب اتفضلوا معايا. طب بعد اذنك هتفضل معاك بس ممكن اطلع على بس ربع ساعه وانزل لك على طول. ربع ساعه؟ يا فندم حضرتك فهمت غلط. ده بس هو السلم اللي طويل. انا هطلع ابصها وانزل على طول بس بعد اذنك. انا تعبان. اخس عليك. ده انا كنت هاخدك مثل اعلى ليا. طب عشان السلم ده انا هسيب لك ده واخد دي. لا يا فندم ماليش في الكوميدي والله العظيم. تسيب لي ده ليه؟ اي اي انا خله خله في الملافله تن تررارا تن تن.